بونيتا، مساء الخير واهلا وسهلا فيك. لاول مره عبر شارع الفان، انبسطت كثير اليوم شفتك بعد الابداع اللي شفناه على شاشه النيو تي في. خبرينا اول شيء شو حلو اسمع هالحكي الجميل مثلا من جينيراسيون، يعني الجيل اللي انت فيه. بيسعدني، وان شاء الله مش اول مره بس تكون، على طول يكون عندنا لقاءات، وانا بنبسط انه يعني محبة العالم مهمة وإعجابهم واحترامهم. لما أخذت شخصية مريم نور وغيرهم، زعلوا منك ولا فرحوا إنك عملتي هذا الشيء؟ هلا في مرات مش إنه بيزعلوا، في مرات ما بيتقبل الفنان، ومرات نفسه بيتقبل غير حلقة ما بيتقبل، بتصير طلعات ونزلات. يعني مثل الفنان لما يعمل غنية، بس مش كل الألبوم حلو، في غنية هيت وفي غنية مش هيت، يعني بس مش بيمنع إنه ما بتحبه لهالفنان. لا أنا الكل بيحترم شغلي، بس في البعض بيقول انه لا هالمرة مش ثابتة معك. انا اوكي على صعيد التمثيل وهيك، خبينا شو عم تحضري اشياء جديدة؟ في مشروع عم يتحضر له سينما، ان شاء الله تتنفذ الفكرة ويتم التبني لها ونقدمها للعالم وتنجح. في ادوار مركبة بتحبيها اكيد، لانه بعرف شخصيتك بتتطلب، يعني في عطش لقلنا انه بدنا هيك مواضيع اشياء مركبة. قد ايه ممكن تعطي شخصيات مركبة جدا مونيتا؟ هلا انا بحب جسد شخصيات معروفة، بحب اني جسد قصة فاتن حمامة مثلا، لانه شخصية مركبة وشخصية العالم بتحب تعرف عنها. وبحب اني كيف كان عامل احمد زكي بالزمن هذا، انه قلب عبد الحليم انور السادات وهيك بقى جمال عبد الناصر، انه بحب انا كمان اعمل هيك. ليه لا؟ اي شخصيه بتحب انك تقلديها بعد تكوني حدا عم تقلديها؟ انه يكون انه يجي حدا منه تارجت، منه ما فكرت بالموضوع ولا عندي هلا اسم ببالي، ما بحب انه يصير تكرار بس مفعال، عرفت؟ انا بحب اطلع ببرامج اقدم شيء مادي 5 دقائق للعالم. مين بتحسي بنفسك هلا على الساحه اللبنانيه؟ سؤال لإلك. لا انا ما رح جاوب، انا بحس انت نمبر 1 بالنسبه لي، لانه لما اشوفك على الشاشه عم بتسمر صراحه، لانه عم شوف بونيتا شو عم تعمل، عم تاخذ شخصيه بنت صغيره وبنت كبيره، عم تتقمص الشخصيه. صعبه يعني، منا هينه كثير صعبه، لو ما صعبه كنا بنلاقي كل العالم بتقلد. هيدا شيء بشكر ربي عليه انه اعطاني شيء اتميز فيه الحمد لله. بس بالنسبه على الساحه اليوم بلبنان، مو بعتقد في صبايا عم بقلدوا، وايفن قليل جدا بالوطن العربي، بس مش بالطريقه اللي انا بقلد، عرفت؟ هلا كلهم عم بيروحوا على السوشيال ميديا اكثر. من الصعوبه انك تطلع على برنامج اليوم وتعمل ارتجالي ليكونوا عارفين العالم، يعني انا انجب من قطر ومصر لبنان، بس نعرف حالنا لوين رايحين. ما كمان التلفزيون عنده مسؤوليه، بده يعرف انا لاي مواضيع بدي اتطرق لها. بس مثل ما شايفين يعني وقت بيير رباط كيف سعاد قاروره العشاء بنجوى كرم، عملت ارتجالي لانه كنت مره عم تحكي وانا ورا بسمع، دائما بسمع باخذ ملاحظات بفوت وقت بعطيهم، عشان هيك العالم بتلاقي انه في عفويه هيدي موجوده. تبعتي مسلسلات رمضانيه هالسنه؟ اكيد انا حبيت 2020، ما قفيت ولا حلقه اصلا، انا كمان ما بينظهر للموت. وهول اللي تبعتهم اليوم شو بنقول لتمام بهالمناسبه اللي جمعتنا كلنا سوا؟ تمام بدالي انه انا اي لاف يو تمام، وبيعرف هالشيء كل مره بقول له اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو، ما بعرف بحبه، محبه من عند الله ما بعرف. كلمة أخيرة لكل عشائك وجمهورك عبر شارع الفن، شو بنقول لهم بونيتا؟ شو حلو هالحكي عشائك، بدي أقول لكل الأشخاص اللي بحبوني وبيحترموني، أنا بحترمكم وبحبكم أكثر، ورح أقدم لكم أشياء جديدة، تابعوني واعملوا لي فولو على وين الفولورز على الإنستا واليوتيوب. رح تضلي بلبنان ولا في سفر؟ ما في كثير ناس قالوا لي أنا بدي أترك لبنان وفل، بونيتا شو رأيك؟ مش بسهولة بقدر أترك لبنان، بس أنا ملك كتير حابة لبنان، غيمة سوداء كتير كبيرة يعني عم تهلكنا، عم نتعب، بس انه شو بدنا نعمل؟ ثانك يو لك، ثانك يو، يعطيك العافية حبيبتي.